نادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها، ونشيل اسم مصر، علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا، ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي، تحيي العالم نبادي، لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها، ونشيل اسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى شروحاتي على قناتي على اليوتيوب. التقى عصفوران صغيران على غصن شجرة زيتون كبيرة في السن. سأحكي لكم اليوم يا أصدقائي قصة بعنوان من تكون صاحبة البيضة. خرجت منى من البيت ومشت في الطريق وهي تلبس قبعة جميلة فيها ثلاث رشاش. The Lion and the Mouse Short Story. There was a beautiful forest. وبواسطة الفهم والتذكر فلنواصل مشوار حياتنا في هذه الأرض، واضعين في قلوبنا هدفا ذا معنى وعلاقة يومية مع الله. لقد تم صنعك من أجل أهداف عظيمة.